صباح الخير شاع. صباح الخير. صباح الخير. جبت القهوه معك؟ غدا نجيب لك. هذه غليتها زوج مرات. خلاص خلاص. حقك تحب نسقسيك البارح ونسيت. ايه سقسي. عرضك الساسي لعبس بنته ولا؟ ايه عرضني يا لالا. والله غير بنته تستهل وليد الحلال. انا تاني فرحت لها بصح كنت حابه رزيقه تزوج قبل منها. على بالك يماها ولا غردك الشفافيه. نعرفها هذيك. شكون حاب تزوج؟ بنت ساسي؟ هذيك تاع سيزيام. تزوج قبلي وانا ما نتزوجش. ما شتيها كيفاش دايره؟ واش تحبي مكتوب ربي يا بنتي؟ واش وانا ما نتزوج؟ يا قلت لك دير العشان. غيث نزوجك يا وليدي. ها هاي الهضره. تزوجوه هذا ما خص. نزوجوه هو ونخلي هذيك بايرت لي هنا في الدار حتى تزوج اختك تقعد هكذاك مازال صغير. صار لكم الزام ياكاش الزام ياكاش خرج بتساسي حتزوج. انا ما نزوج. دوري دوري دقيقه دوري. شوفي ها قريتي واش كاين في جبالك بايره. هاي خلاص خلاص رياض فركت. خلينا نزوج وقتك قبل ومن بعد ندورو ليك. ها شو بيك البورانات بورنتا نلعب ولا نحرم؟ ما تقعديش اختو. هاكا انا كي نتزوج نتزوج بربعه كونسيكوتيف هكذا وحده مور خوتها. الزوج الاولانيين ديهم قاوريات عندي حسيه. وزوج بنات بلادي ريقلو ولا واش قالوا العجوز؟ تعش تقول يما العجوز. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. أو هنا باباك؟ أو هنا يا جوز معايا جوز أغلق الباب موراك. تفضل معايا الصالون. إيه احكي لي راك في دارك. أنا أحس روحي فاضي في دارنا. لا هذا شريت عليه دراري سيلونسي. عندك الحق الكبار مغاليين. ما نطولش عليك خويا هات للدار ونجي. ماشي مشكل خويا. عندهم لي تسع الله يبارك. هنا الانسان يستبيت يلقى راحته. هيدا مفوت هذا مليح للرقد. قهوه على هاد الكلام نجو كيما قلتي لي القهوه كي تغلى دو فوا فريمون عندها ان كو سبيسيال. سبيسيال ولا ماشي سبيسيال؟ انا غدوه نسحق باكي قهوه كارت نوار ولا غرومير. ما يكون الا خطرك يا لالا. رياض شكون لي صونا؟ ما باليش ما نعرفوش راني شفتو السيد هذا. بون وما قال كولو؟ قال لي والو دخلت ديرك للصالون. احي دخلت الراجل براني للصالون. وشنو حيسرق؟ حنا خلو باب الدار مفتوح واحد ما يسرق. وبلا السيد باين جا ناوي الخير. واش استعرف الكاطو والورد سير مو جاي يخطب بنتكم الباير حبيت لي كيديوها هاي لوكازيون جات. رياض مي انت نورمال ولا انورمال؟ برك انا من الهضره وروح شوف الراجل واش يحوس. ما يكون الا خطرك يا لالا. روح يا اخي سرجع المره. نورمال انا ما كان له تحرق مخك وتخمم بهلول تقعد بهلولي طول حياتك. خليني منكم. ماشي نورمال ما تقولي انا الاولى بلي جا خطاب. روحي اجري وشتي روحك. شوفوا هذا وش يحوس. عجوز جا خطاب وربع زواوش. دير الخير وتندم في هاد الدار. فعلو ما ينفع. شوف يا عمي عمر. نعم انا جيتكم بالحسب ونسب وناوي الحلال.
الله يبارك. مرحبا بك. بارك فيك. الله يسلمك. الله يسلمك. مرحبا بك يا وليدي. الله يسلمك يا إما. الله يسلمك. واسمني الزبير، في عمري 32 سنة. الخدمة من هنشفى روحي ما خدمت على عام قاعد. القراية لحقت للسيزيام، ما هم السيزيام ما خلاونيش نتجوزو. هاك تعرف صغري يا عمي عمر، أنا راه نصيدو المقامن. والسكنة ما عنديش، نسكن مع ماني في البرارك. أنا ما نكذبش عليكم، ملي شتها الحوتة هادية، حرية البحر والجمال. ملي شفتها عرفت لي بلي هادي هي مكتوبي. وين شفتها يا وليدي؟ في المنى ما يما. ومني راك حاب تتزوج تقول ما نخدم ما عندي سكنة ما عندي، وكيف راح ندير العرس؟ شوفي يا يما، بينا وصلينا عليه. صلي الله عليه وسلم. أنا يا إنسان نحب العادات والتقاليد تاع بكري. هكذا ربوني الجدود. العادات هادو ما لازم نطبقهم. ديروا عرس كيما تاع بكري. شفنا طعام دوال الجامع احنا فرينا. قول لي وليدي، وش بيهم العرس نتاع بكري؟ ها؟ هاي فهمني. علاش بكري كانوا يمدوا بناتهم باطل؟ لا اسمح لي يا عمي عمر، ما تزعفش. هالسنة ما تزعفش يا عمي عمر. كاين واحد المثل اللي يقول لك بكري في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذاك الوقت كان إنسان بسيط كيما نايا. ما خدم ما قرا ما دار والو، راح عند الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله، انا جيت نسقسيك، كاينه وحده حبيتها وحبيت نكمل نصف ديني. قال له حبيت نزوج بها. واش قال له رسول الله؟ واش قال له؟ قال له الخدمه تخدم. قال له ما نخدمش. وزت. قال له رسول الله واش قال له؟ قال له الدراهم عندك؟ قال له ما عنديش. قال له عندك حاجة تهديها لها؟ قال له ما عنديش. وزت. قال له رسول الله وزت. قال له؟ قال له يا وليدك حافظ القرآن؟ قال له راني حافظ شوية صورات. واش قال له تما رسول الله؟ واش قال له؟ قال له حفظت لها شوية قرآن اللي راك حافظه، ونزوجك على بركة الله. وانا هكذا لنا ويندا. صح خو. الله يبارك. فذاك الوقت كانوا يمشوا بالجمال شي بتوارق. ولا بد، ولا كان عندي نسيب ناس بالحكيمة انت شري لي خير من توارق. صح على بالك بلي انا حفظت القرآن، انا ما يعني صعبة. يا مالاش نزيد نحفظ لك. شوفوا صح صح، انا والله العظيم غير راني نهدر من قلبي. وتحبوا دوك نعيط للامام او هنا لتحت، قلت له اذا فريتاني بي بي لك اطلع نديروا الفاتحه. مضروب معول. شوفي معول فهمتم. نديروا الفاتحه وغدوه ان شاء الله اذا كتب ربي صباح نروحوا نعقدوا ونجي نسكن معاكم هنايا. هكذا نهنيكم بالبايره هذه. ها ولا واش قلتوا؟ راني نشوف السكوت علامه الرضا. صحو من داك سكوت علامة الخلعة. شوفوا نقولكم صح صح، انا كاينه حاجه نقولها لكم باش من بعد ما تقولوش ما قالناش ولا. قول قول. انا نحب الرقاد والماكله. وخطرة على خطرة اذا حبيتوا ديرونجيوني انا نروح نقضي لكم. عاي عليك صافا ومريح شويه. الله حقا باش ما ننساش الخدمة ما تخدميش. أنا عمه. الخرجة ما تخرجيش. السوقان ما تسوقيش. والبرمي ما تجوزيش. وطلع المتاقة ما تطليش. خاطر شو كان طلي المتاقة عبك وشي يسرى قرق رقبتك انت رتقهالك. أخذر من نيتك تعني حط روحك انسان عادي. راني نهضر سيريو. سيدا وسيريو. واش بيك تضحك انت؟ ضحكاتك هادي. انا جسوي النوم سيريو وفحل. فحل 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 وسيريو. لا سيريوزيتي راي فيك. الله يفارك. بارك فيك نسيبي. واش عليك؟ الله يسلمك. هي على كل حال زرمك اش ما كاش هاي شحال ما عندي ما ندير انا صح ما عنديش. تما تقدر تدير بويطه البويطه اللي جبتها معاك فرغ
فارغه بويطه. لا لا والله غير بحالي سي لونسي. لا علينا البويطه وهذاك الورد اللي راه في يدك تاع البلاستيك اللي نشم فيه من اروماتيزي اروماتيزي تديهم وتروح. هيا نوض. انا ما عندي وين نروح، انا قعد هنايا. نوض بابا حنيني. انا عجبني الحال هنا عندكم اللي تسع الله يبارك. روح اوليدي روح. ما عنديش وين نروح يا يما، ما كانت تحاوزيني ما عنديش وين نروح. وليدي زوبير يروح تصيد زواوش والمقاني هذيك بيان سير يا عمي عمر. غدوه ان شاء الله بعد العقد كي نجيو لهنا نحطوا النساء مرتي ما تخرج. نروح نصيدوا انا وعمي عمر. داك رياض حصل دو بان كاين واحد البارا تاع الحديد هاي مولا ماشينه لافي. صح ما عندناش ماشينه لافي. تخيل مربد الخشينه اللي فيها مسامر اللي ضربتي بها السمانه اللي فاتت. وي انا نروح. انا خليكم مزيان وجهك. لا لا قعدوا قعدوا وليدي قعد. روح رياض كزجي معاك. روح مليحه وليدي مازال الحال. قال انا نروح بارك الله فيك. سبحان الله وراسك ريحه تتغدى تتعشى ترقد. والله غير صح مزيان خممتوا فيه. والله غير راني جيعان. راك مضروب على كريشتك يا وليدي. ها هو تتعشى اليوم تاع اوفار. بلا انا نخليكم شحال الله. والله انا حلفت ما راك رايح. سبحان الله راك مليح هكذا مع نسيبك ومع نسيبتك. ها ما نديرونجيكش عمي عمر روح خلي لك هذا. لا لا وليدي راك انت هو الورد اللي نورت لنا الصالون هذا تعرف. اكتيفي رياض اكتيفي خويا. انا نروح نخليكم. رياض وجاي راه وجاي ما تقلقش.